أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث والإعدادي، ويلكم تو ذس فيديو. النهاردة طبعا هناخد نموذج امتحان، هنحل نموذج امتحان سابق للغة الإنجليزية الصف الثالث الإعدادي first term. هنا طبعا أول سؤال بيكون هو الديالوج، وقلنا قبل كده في حلقة سابقة احنا في الديالوج في شيئين مهمين لازم نقوم بيهم. الاول، اول حاجة هنبص على الجملة اللي بيديهاني المعلومات، المعلومة الاولى، وبعدين نقرأ الديالوج كله من اوله لاخره قبل ما نبدأ في الاجابة عن الاسئلة. هنا بيقولك سامي wants to do some work on the internet. سامي عاوز يعمل شوية شغل على الانترنت. So he asks his father، يطلب من والده أن يشتري له to buy him a computer. إذن هو ده الموضوع اللي هيدور حواليه الحوار أو المحادثة. سامي and his father. سامي would you buy me a computer please dad. هنا الفاذر نقط، بعدين سامي بيقول I need to do some work on the internet. Father do you know how to use it. سامي نقط we use computer at school. بعدين هنا father بيقول okay tomorrow، بعدين نقط سامي بيقول thank you. هنا السؤال الأول بيقول would you buy me a computer please dad. مش هنبص طبعا على إجابة السؤال، لا احنا هنشوف I need، هنا الحتة اللي بعدها I need to do some work on the internet. إذا تتوقع هنا أكيد في سؤال من الفاذر هيقول له why do you want to buy، why do you want it. Or why do you want a computer. تمام، فتكون الإجابة طبعا I need to do some work on the internet. هنا father بيقول do you know how to use it. الإجابة طبعا هنا الجملة اللي بعد النقط دي we use computer at school تؤكد ان الإجابة yes I do. هنا السؤال بدأ بدو، يبقى yes I do، وبعدين نعمل كومة ونكمل تكتمل بقية الجملة. فاذر هنا بيقول اوكي tomorrow نقط، يبقى هنا بيقول اوكي، يبقى هنا وافق على شراء الكمبيوتر. tomorrow I'll buy you، اشتري لك a computer، اشتري لك كمبيوتر. طبعا الموضوع سهل جدا بس بيحتاج تركيز. ننتقل بعدين للسؤال الثاني write what do you say in each of the following situations. سؤال المواقف your cousin wants to borrow your camera and you agree. ماذا تقول في عند الموافقة على شخص عايز يستهير منك شيء؟ ممكن تقول له no problem، no problem. ممكن تقول here you are، تفضل، يعني عندك أكثر من اختيار، أنت بتوافق، إذن أي طريقة تنفع. Your brother apologizes for losing your CD. أنت بتقبل هنا الاعتذار. Accept the apology. بتقبل اعتذار أخيك. هنا هتقول ممكن تقول it's okay. هنا في many forms. It's okay مثلا. أو ممكن تقول أيضا no problem. نوع من أنواع قبول الاعتذار. ممكن نقول don't mention it. A friend requests you to give him some money. صديقك يطلب منك إنك تديله بعض المال.
but you refuse. انت بترفض his request politely. لما نرفض اي طلب بأدب، الرفض بيكون ممكن نقول I wish I could. But I am broke. أتمنى، كنت أتمنى ذلك ولكنني ليس لدي مال مثلا، أو مفلس. I wish I could but I am broke. دي طريقة فيها أدب. You suggest to go to cinema on Friday. هنا واحد سؤال سهل جدا، هتقول What about going to the cinema on Friday. ممكن تقول how about going to the cinema on Friday. Both are correct. ما ننساش طبعا ال question mark. السؤال اللي بعده هو سؤال التوصيلة. read and match. we would rather go to the sea. طبعا الإجابة هي when it's very hot. sea. number two. نادية hasn't. طبعا hasn't بيجي بعدها تصريف ثالث. هنا الجملة دي بقى تصريف فعل في التصريف التالت done. hasn't done the housework yet. بعدين number three. if I had enough money I would buy a new bike. دي they are busy. طبعا busy بيجي بعدها verb زائد ing. They are busy playing computer games. Do you mind if I open the door? No, not at all. بعدين ندخل على سؤال reading. بيجيب لك قطعة وعليها أسئلة وبيقيس مدى الفهم بتاعك. إذن هو السؤال للقراءة والفهم. 300 years ago, birds called dodos lived on a large island in the ocean. منذ 300 عام كان في طيور تدعى طيور دودو عاشت في جزيرة كبيرة في المحيط. About 1000 kilometers east of Africa. على بعد حوالي 1000 كيلومتر من جنوب أفريقيا. دودوز، هي طيور الدودوز were very fat، كانت سمينة أو ضخمة. So they couldn't fly، لم تستطع الطيران. A lot of ships went to the island and sailors killed many dodos. كثير من البحارين قتلوا طيور الدودو، كثير منها. After many years، بعد سنوات كثيرة، there was only one dodo on the island. لم يتبقى إلا طائر دودو واحد على الجزيرة. Scientists، العلماء، wanted to show people this last dodo. أراد العلماء أن يعرضوا هذا الطائر النادر للناس. So they took it to the zoo. In England، أخذوا هذا الطائر ووضعوه في حديقة حيوان في إنجلترا. The people at the zoo thought that dodos ate stones. اعتقد زائري حديقة الحيوان أن طائر الدودو يأكل الأحجار، الأحجار الصغيرة أو الحصى الصغير. So this is all that they gave to the bird to eat. وهذا كل ما أعطوه لإطعام الطائر. That was how the last dodo in the world died. وبهذه الطريقة مات آخر طائر دودو على وجه الأرض. Answer the following questions. What is the bird called? ماذا يسمى الطائر؟ طبعا هو طائر الدودو. Who killed many dodos?
طبعا هنا في القطعة موجودة الإجابة: sailors killed many dodos. إذن sailors اللي هم البحارين. What did the people at the zoo give last dodo؟ ماذا أطعم الناس طائر الدودو النادر؟ طبعا أطعموه stones. The people at the zoo thought the dodos are 8 stones, so this is all they gave to the bird to eat. أطعموه الحصى أو هنا. Choose the correct answers from A, B, C or D. Dodos lived on a large نقط in the sea, on the ocean, on a large island. نقط wanted to show the last dodo in the world. Clowns, people, scientists, African. طبعا الإجابة هي العلماء. Scientists. The people ate the zoo at the zoo thought the dodos ate. اعتقد الناس في حديقة الحيوان أن طائر الدودو يأكل الحبوب seeds, meat, grass, stones. طبعا الإجابة هي stones. هنا سؤال: choose the correct answer. The children know at computer games. أطفال بيلعبوا. Play, are playing, have played, were playing, are playing. مضارع مستمر. My uncle نقط in Aswan for 10 years. Lives, living, is living, has been living. طبعا هنا الإجابة هي My uncle has been living in Aswan for 10 years. طبعا ده لما نقول I have been living for 10 years معناها أنا عايش ولا زلت أعيش في نفس المكان. طبعا ما ينفعش نختار lives لأن ده مضارع بسيط. is living مضارع مستمر، ما ينفعش برضو. إن هنا for طبعا مع الزمن بيستخدم مع has been زائد ال verb زائد ing اللي هو الماضي التام المستمر. You are ill. If I were you, I'd not a doctor. Examine a doctor. See a doctor. Know a doctor. Help a doctor. لما أقول أروح أكشف أو أروح أي فحص عند الدكتور، طبعا بنقول I would see a doctor. هو ده الفيرب المناسب. See a doctor. By the time I was two, I knew to walk. By the time بعدها ماضي بسيط. طب الجملة التانية بتبقى ماضي تام، تبقى I had learned to walk. هنا بيقول لك rewrite the following sentences. Why don't we play football now؟ طبعا الإجابة هنا، بيقول لك استخدم let's. هنقول let's، هنشيل why don't we ونقول نبدأ ب let's ونقول let's play football now ونشيل علامة الاستفهام. They wait for an hour but they didn't come. هنحط although. طبعا نبدأ ب although. Although they waited، طبعا although بيأتي معها ماضي بسيط. Although they waited for an hour، وهنشيل but، هنقول although they waited for an hour they did not come. بعدين هنا بيقول لك read and correct the underlying words. اقرأ وضع وصحح الكلمات التي تحتها خط. طبعا ده سؤال في الجرامر أيضا. He is going playing tennis in the afternoon.
طبعا هنا he is going. going طبعا لازم يقدم عليها to زائد المصدر، مش verb ing. يبقى هنا هتبقى he is going to play tennis. يبقى هنا to play tennis in the afternoon. three men was injured in the accident. طبعا three men ده جمع، لا يمكن طبعا انه ياخد was، انما الجمع بياخد were. تبقى three men were injured in the accident.